اللي يعبده ومتكلياتينه وهرب إليه إلهي حرق يسغب صدا حرق قال له ووحيد المدينية سأل قرآن دي السينية دوني دمان تاينو كنا الله إيه challenges كتيرة إيد كاليجات سكفلني ما جوكتو سوى أصل الإنسان فقير إسكي يبين آدمكو هدنا كوا مانتا وحوق بدن له دوني دمان تاينو كنا الله كاليجات وحبا ما قبان كران والسبب تاو مغشان مانتا G7 أما G8 أما G20 أما EU أما NATO أما وحاني محيين أما بريكس وهو مدى يسوتكي ومحي سوكتكي دانتو دي كنح أركين سوتكو إنو قيمة وصمين يهو والله غيابو ودن نضا قاركود مثلا چينة موا دي بليون يباربين آدم مركاستو سيو يسيقع لي يوم رأيكان يكوا كان أيو بريكس سميستو إنديو كدر صدي وينا ودكي لباد الدوني دوكو بدانا مركاستي كدر صدي برازيل مركاستي كدر صدي ساوث أفريكا مركاستي شان لح ودان باي سو تغيي محاي سو تغييان challenges كينا كورتاقان لبات تحديات كورتاقان ولبا إيه قد حدود مراكاد حيو إنديو جاين دول باي سوهايا يقول دول سكوهايا ودقا الله يصالح مارين ومشاكل وتاقين هاي أي هدنا وحيوار كان انت اي وداقار مثلا حدا وهين اي كوين تيتان سيدا او قيد با نصف الدنيا سقوطك تي ان اسكي عليهم كوكا لي يوروبا النوشين يوروبا ودنبا سقوطك تي محي سقوطك تي سقوطك ماها دين ما قاربا بادان وكمد وحبا ما وداقار لكن وحيكا اركان تشالنج كدوني دينا اي اسكي عليهم كرينين ما دام أيوة أركاننا عدسك علينا كرنا مثل حد هذا وح أركاننا من دوتي هذا ما لين سامر كان مسلم كونه بدوبه كورته مثل واجبة ما هالصنعة إيوه إن سانا في عن إيوه سام ماها إن لم يدوبه وواجب دين تنا وحين ويا رسائل دم وواجب كاسي عبادات كي وح الله ينفرج دم وحين قوة ضان مدوبه صلاة الله ينفرج هلو قد أداد كاليقا قريبا كنتو كتانا وامد أداد مسلم كالتو كتانا وشاني اللعطان ويحي الآخرين يوم الآخرين سبال آخر سكاقو ينو كبير يا الغيابة أمرك دي مام لتو كرسات فهتا عقول آخر دو ولالكا قاعدين عايسكو هايستان درادي أي إلهي وحقوق زيادين يتوضب يلا باطن صلاة ضد النغط صوم كيبا اللمدة حج كيبا اللمدة مؤتمر عالمي مسلمين تورد ميسوكو تمادو إذن اجتماعي ميدن مادو عدود دادت كي موجسة هذا ما لين سمعت هذا مسلم ميديا هاي لما مليان أنت حرام لو حرام يلا تملها من رنبا ما دعدين لما مليان وقف أنت حرام لو سووري تيو ودون والبلا جحره هدنا الله يداه وحول الله مسين أيه هدنا الله يداه حوجا قدوني ده سقط جيو تمايا أنتي نكلنا وين الدعوتان إن الدعوتان محاك يعني وضع فيهم وكل ذات سنانتود مسلم كما انت تشوغ انا وحوارك حلك مشكلات كيسيون يهينا كلا تغان تقدمت هلكي يوجد بيس قف مشكله ديسه كو حلل ايام حي مشكله كلا مشكله دو مشكله كو سي حلل ايام مركا شغال الربعين وقت بدن قدقه ان مدني مادو دين هان يعقل هان يما انت الدنيا اللي بتكتشر تا challenges كهورتاغان انا عيدين كليجيت وحن نقوم كارين ودنا داين لنا ويسبير سنيان و دوريا طبعا تريليان باقار كود يهي وحسوسار كودو هدنا وحيوار كرينا عيد بير صدانا اسكورو رارينا يتاي مجالات كوبا هنن وترن بداي ايدنك مال دروكسن با جوكتان دا ككل جرجت سنتين با لا جوكتان دينتي نيبا خطر كو جيرتا ان امدودان اورورتان او حد انت يدن كو جيرتو الهي الرسول بالرسول كو تاغير فعززنا بثالث با الهي متصدح حد بانو كو سي حوجين
أنبيادي وحي وكسود دقي يلا دري نبي الله موسى أي إلهي وحي ويدسني إله عد عودة يوكل مسي ودر ولكن النبي يقدك أشتد به يا أزري إله ويوحي تشبولي مركا هدين النبي دعوتي سعيد حوتي سووا بهذا يدكم حوم على إنسان وحنكو سوكو بمركا من مدو ومن واجبات الدين وقفك مسلم كاي وقصبه لقربه حنو ضدك كم دوبيان إلهي حرقيس تاسا وحي أبو ريسا إن عقيدة دوميتي وعبادات كودوميدي وسياسات كودوميد نغضان والثقافة دودية كالجر كودية التصور كودو وميد نغضو ونرشة جدك إلهي بقاضة إياه كاوض المران جدتك بن آدم كدتك مضيقان لكن حقا الله حقا فوين بوقع ده الصراط المستقيم يا جنة غبطة كاس أمبادتك الديقه كرا وحكا الصوهر أورنمي يا عصبيات اللي قبيالات اللي قوميات اللي وحا الله أورنمي وحا انتك وحبطرين وانا قابك كلي الشيطان ليس قد دفاعه نصوص القرآن يا حديث بضان قصة أروري كوحا قصة كوبية وروا واجب دينية هذا تكتنا ودن بابيسا صلى الله على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ ما شاء الله وقتي ويقام ذاتك محضر رسي الله إلالي إله بركيو تدوذي صدقيقة سيدة أيتهاي وقصوا بحي جزاه الله خيرا رنتي وحلوك لطاق وحاقدر دينك إلهي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى معاك حقا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما شاء قدروا الدين خلافك والدينك وصاق له وحلك قدروا طبعا ومضى محبوب بهانتا هموم تيدا إن دبرك اللي قررته ومضح الله وقاته ولا مثله وإله إساق عليه أمة واحدة هذا هو ممتع وحينو افتي مني فضيلة الشيخ ألمس فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhaadhicidii uu soo dhaadhacay waxyigii iyo kitaabkii ilaahay nabigeena uu ku soo dhaadhacay sallallahu calayhi wasallam nabi maxamed oo keligii ah oona ciidina la joogin xaajiyadiisiina qabay khadiija xoolaheediina ku ganacsada keligii madiina iska jooga magac weyn leh isaga sumcaddii uu samaystay run sheegaya oon been aqoonin ummadda iyo balaayada iyo sanamka iyo tubashada iyo dilka iyo waxa ka socda aan cilaaqo la lahayn aabihii magac sharaf leh wulsii lahaa awowgii qoys magac iyo maamuus weyn ku leh maka ka soo jeeda nabigu sallallahu calayhi wasallam guursaday ha oo habkan imika afka casriga yacni aanay wax badan ka maqnayn yacni isugu diba dhacsan tahay yacni ayuu ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu ilaahay xambaarsiiyo waxyiga ilaahay iyo diinta ilaahay inuu xambaarsiiyo ayuu ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala xambaarka uu nabigu dhabarka u dhigtay sallallahu calayhi wasallam waxyiga ilaahay baa tilmaamay waxyigu ma ahayn madadaalo ma ahayn waxyaroo qofku markuu doono inta uu doono iyo sida uu doono ugu noolaado ma ahayn إلهي بقى أشيغي سبحانه وتعالى النبي جيني صلى الله عليه وسلم من نغني نو شيغي وحيغا عقيدة له شريعة له عبادات كي معاملات له أخلاق له نمسك تران إلهي بقى تلمامي سبحانه وتعالى يا حبيبك سوى الله عليه صلى الله عليه وسلم حكيري إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا
إلهي وحكو تلمام حبيبك صلى الله عليه وسلم يوحي يدي تودن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا دينتي قاد شذيذي كدقن كيذي إلالين تيذي فافين تيذي برا شذيذي أو إذي لوحي ويان واحل علص وحي أباهم تاي نبر أذيك يوحي أباهم تاي عدقادة ولايسكا أبابا أنت شفك قراعته أي ترى هذا حلك أنيقا أيا قادحيا نبي صلى الله عليه وسلم حلك لبا أرموت بكو قادو نبر خوو نكتي لبضونا وحاويانا شيق دونا وآيات كي يغهري قرآن كإلهي سودا دقي نبي صلى الله عليه وسلم لبا ديار قرو سئو حلك أقاتل لبا أرموت بو نبي ديار قرو صلى الله عليه وسلم تكواد وحيا هيدي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل قومة رسول الله صلى الله عليه وسلم هبينك سركع بان نبي قلو صلى الله عليه وسلم حلك المقالي كرتيد دينتا نمحن باري كرتيد عليس كذا يكر كذا يكرب ذا يمرن كذا يدد كذا يهوله ذا محن باري كرتيد هدي أنا ذهبين كحرق إلى هيا نقو حرنين فرض بين نبي محمد كواهيد واجب إلا أنت أقوأي نبي صلى الله عليه وسلم إنه محيطه القيام الليل كواجبه هبينك سركع بان نبيه طاوح الله إلى ذا وقومة الليل وزاد كي يبتلق وشارجي حلك أشارجي أتكسو قادنس أروتينا محلي رقبا مركا أروتينا شقا النبي قهر تعالى صلى الله عليه وسلم وعيات كيوه ريسو دادغي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر لبدا قوم ضد النبي قولي لبدا كعي النبي قولي هبين كينا واسرك عي أروتينا أمدو كدح شقينا يديب النبي قفافين صلى الله عليه وسلم حديث بالله ويديه وإذا عايشة صحيح مسلم كجرة مركو نبي هاجري دعوة دي مدينة هيرقة شيء أي صحابي صحابة كم إذا ويديه وإذا عايشة النبي صلى الله عليه وسلم هبين كي مركو تكن قيام الليل كيسة فرق ما كنت تكن جرى النبي صلى الله عليه وسلم أي الله ويديه عايشة رضي الله عنها نبي صورا كفرق ما كنت تكن جرى عايشة هابتري هابتري هبين هبين بكتو كنجر بيتر النبي صلى الله عليه وسلم فرقا لكن وعي ليسي عاش ما حيتر حديث مسلم بكو جرى وحتري نعم هبين وحو يسو قلي جرى بيتر النبي ويسو هو ينجر النبي صلى الله عليه وسلم هبين هذا قال وقد حطمه الناس دات كيو سو بربري النبي صلى الله عليه وسلم دال نبي دالا ايا يسو نقن جرى بيتر عاش رضي الله عنه قوم ذي هبين كي واحد دي سو جيت كي عبادة ذي واحد دي رب الحرير كي ولي وهاري لكن أرورتي عاشي وحي تنوحو إيسو هو ينجر النبي صلى الله عليه وسلم ما قرع سيسو كدالي ما بخار كيسو كدالي ما تقاري كيسو وذي ما بس كيسو وذي ما ها بحال النبي سوى الدالية وقد حطمه الناس وحال وكو سوى الدالية فرق وقدتو كان يصنك وإستاقي وقومي كرواية سو حلكي ديني دي حلكي أمضي دي حلكي لهي أصاري إن أنت كقب أنكر إنه كقب تصومه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول كان صلى الله عليه وسلم مركا بمحيطه لا يسيد أقوى عن يد النبي وحلك يسوق قبته هنكي النبي كقربك عيسى صلى الله عليه وسلم صحابة النبي محمد النبي خلنا حلا صلى الله عليه وسلم وقت يقول إنه قابض مدها كسوقاته هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم تيسي مركا يتمد أي عربي قاردين تكبحذي قار الزكدي بيديدين قار النبي نمي شيكتان قاربو حبو قاربو ميل بكدعين انتبا وانا دقالما يا ابو رعمة ابو بكر انتبا وانا سكعلنا يا ابو يوري لكن كلمت بو يوري عان نقطيو تاريخ ذا قشي وقلو يكا خطبضها اخريا اي دادخل لن يارضا مركا اي حوغا دارين كو ذاكعين اي رأي وصو استعمالا كلمت بو عمر يوري وحالا مرمى عمر بالا مرمى عمر بالخطاب وتقاني اي لو حاسو جمهود هاي نغفر المركلي وحاس كمودي علين كريني رقاي نوكل وقروي نوكل الرب جبهة ذا حين قوه وفر وحنا كلمة بوكيوري أبو بكر الصديق صاحبكي عمر بن الخطاب وحوكيوري الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب وإسلام كنت على السوق قلنا بهل هل يو لا قب قبعة هيد وضد ما كلام مريو ومرك الدين تي قال تبعت قرض الله لا دسي وحاكو هلي بوكيوري ورقة واسكع لنا دين تي لهينا ونوجينا لكن كلمة بيوري أبو بكر تاريخ ذاك الشيء لن يري لا بتينا كحرنا كل علية وحي يا ابو بكر الصديق اينقص الدين وانا حي اينقص الدين وانا حي
مدينتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيد دير يا جيد قاوان باولا قرني مدينتي النبي الكه النبي اللي قافراد نوغا جبيه كان حنت لا دعوي ديق النبي وكداته انت وجهك اسك مسخاي وقعنت سا النبي هو مسخاي ديقي سي ايغي ايري امه نبي دي ديق كانتي ميي ميي ليباني انت سو غوب النبي وانا اجوغ بير ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اينقص الدين اينقص الدين وانا حي همي يا حمبار إنه جوه حلكي يهلكي محي أبو نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلكي بيسار كسو بود عمر وقته ما عثمان بن عفان وكان رضي الله عنه وارضاه ما أنت عثمان الدورة ومضى خلافة دي مسلمين تينو أقبته أو مسلمين تي وقولنا وهلكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرس إنه أفرسته أيو دورة من بركي النبي إنه كت ومضى خد مضى الجماعة إنه أخريه نبي صلى الله عليه وسلم من بركي سصدح درجوها ككواد بكو خد بدين جري markay rasuulka tiisi timid abuu bakar waa ka xishooday meeshii nabi maxamed ku khudbadeen jiray inuu istaago salaankiibu kor uga kacay abuu bakar tiisi markay timidna umar baa ka xishooday inuu isaguna halku abuu bakar fariisan jiray inuu isna fariisto kor buu u kacay usbaab bin afaan baa yimid markuu arkay isaga oo minbarki nabi maxamed kor jiray sallallahu alayhi wasallam isagoo saaran markuu inna alhamdulillahi u dhameeyay ayuu kari waayay khudbada inuu dhameystiro uqliqa alayhi kalmadu yiraahdo usmaa afaan gara waayay markaas ay wuxuu yiri ama maanta wixii ka dambeeya khudbadaha saad u taqaaneen baan u akhri doonaa waxaan ku baahantihiin amirun faala amirun qawal aqimi salaah khudbadii ugu gaabnaa abid la akhriiba maxay tolaahay abdullah ibn abbas radiyallahu anhu warda oo dhalinyaro abu nabi geeriyooda sallallahu alayhi wasallam deedna mar saxaabadii markii la laayay jihaadkii ku idlaadeen quraadi la laayay ayay inana ay saaxiib ahaayeen oo dhalinyaro abu abdullah ibn abbas u yimid نورتو إن جربوا هالنبي مركو قاي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحكير بن عباس والصحابة النبي محمد واكون أضياش وإضلاذين قرادي قران كان وال اللاي جهات كيبا كوان ببحين بريتولا أنا جاي أذي جاي ملابا هندونا حلكي أضياش يوائل كصحابة إما إنه قلنا إيه كهلا يبو يري أنت أضياش وويل الصحابة هاي إنه كسر قران العلوم تي النبي محمد صلى الله عليه وسلم yarkii dhalinyarada haaba ku yir maani maani adiga ina loo baahan iyagoo odayaasha waaweyn ay joogan arwa iska ciyaarayay daabuu abdullah ibn abbas kali ayuu oday oday sahabi sahabi adceedo oo kulul albaabku ku qaraaci jiray hadithni an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed wuxuu iga sheeg nabi maxamed wuxuu iga sheeg illa uu arursabay sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xilligi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu arda ايا وحو امر عمر عبد الله بن عباس سوره البقره يا سوره آل عمران ان هو حجاجته marka ay yimaadaan inu ku fasiro say حجاجته dhan u dhageystaan تفسير labada سوره البقره وآل عمران عبد الله بن عمر بن الخطاب isku da ahaayeen ba aqfarisan jiray oo عبد الله بن عباس daawan jiray marka soo run jiray unzuru bal eega buu run jiray eega waxa afkiisa ka baxaya waxaad moodaan buu yiri kaanahu yutali'u lawha al-mahfuz علمك كبر تقعي كبحي كي مالن تي يدوان عيارة يابا يابي جروك انتو قعدت قبصو لي ابن عباس سو مالن تا ذيك ايقا سحسنا مالن تا ذيك سحسنا مركا سنة النبي قاد دونسي صلى الله صلى الله عليه وسلم دين تن اسلام قد لن يرا قاضي او ضيال با قاضي وايال با قاضي دمر با قاضي همي يحا ايا حايا حتى صوت نوان جيل جيل باوني مادنا كا ادلان مينا كا نقريون مينو وحكلي لكن اي كم ذا اسنايا نوا بحي قف والبوح إسلها محل النبي محمد بوح أذى صلى الله عليه وسلم قف كهيا هذا هو ينادو ما القبها هذا قف والبوح إسلهاون دين تان النبي محمد وكان صلى الله عليه وسلم برا كنا قد فافي أدر قاضو جنة كراتو هكو شقيسا إيه شقا هكذا يعني دات كان هكلا فتنين ومدن هذا هم غير هذا محيط عليه هذا محيط عليه الحنبار هذا الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري بن بردزبة رحمة الله عليه ورضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث أي واحد كتاب كان لنا عرقتين هم غير أنت على ما تصحيح البخاري أي مقرأ إنه أي واحد كره يهود يبقى ليري النبي محمد بكره يهود صلى الله عليه وسلم nabigu ku riyoodale ah isagoo nabiga babinaya ayuu ku riyoodo sheekhiisii buu yimid markaas uu ku yiri xalay rasuulka ku riyoodo sallallahu alayhi wasallam ha sheekhiisii baa ku yiri innaka sawfa tadhub alkadhabina an sunnati rasulillahi sallallahu abshir riyadi buu fasiray
بين على ياش يكو كبر أبورنا يا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات كفر من دون تايات كإلى من دون تا وأو أم ببحي لو يلا بعتنس إنه أيو برني أو بري أو دقي إلا أصحح البخاري ناقري لحية تمسن عمر يسك قالت استوى العراق جوا لقوا يري الإمام عبد الرزاق الصنعاني إمام اليمن أيام حيث ولا يمن جوا وأصور نقاق إنه هالحديث كسر دقيستو waxa ugu qornaad sanduuqiisa waxa ugu jiray kutaab yar ba ugu yaro 100 hadiis ay ku yaalaan sahifatu sanaan ba loorinjir markuu maka yimid ba la yiri uu go'a sheekh uu dhintay murugo waa murugooday dibbu maxay to hadiis bu raadsanaya juhdi ba maxay to la yimaadeen hada imam abdurrahman ibn khaldun maalintu azhar uu yimid uu ku dhigay kitaabki al-muwatta imam malik bi riwayati yahya ibn yahya al-layfi أيا وح هوس فدي ابن خلدون شيخين ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بهوس فدي أرضي دي سايو موطع دقي سنة يي كلمة بيوري ابن خلدون كلمة بأفكي سكسو بحذي مرو يوري وحو يوري صحيح البخاري إمام البخاري وأروري صحيحية إلا الشرح صحيح البخاري ودين على الأمة أمة دوا دين كم مقن ولي لما قدين بيوري دينتي كلمة دا سالابت إذا كنت عظيم ابن حجر العسقلاني كلمة دا سالابت إذا كنت عظيم وبخاري سيدي الله ربي ولي لو ما شرحين لو ما شرحين ويا لقول لي هي همي يا هلك أوذية هوستو كيري أنا لها أنا هل يقول أغاذي بيوري 24 عاما أيو ابن حجر العسقلاني قري فتح الباري حتى قال الإمام الشوكاني لا هجرة بعد الفتح هل لا هجرة بعد الفتح جيل بجيل بو ديبي جيل بجيل بو ديبي جيل بجيل بو محتل او ديبي همبغا ان لا قادو او حنبارتي حتى مانتا امستردام با جوقتا تولوين كانا جوقتا اسلامكي يا دينتي يا حنباركي يا برشديد يا دغيديد يا امدا ارورنتيد يا مساجد اوغدي يا ملعامد دغيدي امدا لهدلكيد يا امدا او لا ولااليه يا ترخانتا او لا سار يا غالكا او دينتا لو سو بندغا يو همبغا سو دغيا قاديا من ما امبيا كلا سو بخايسا نبي محمد نبي محمد نبي بكدم بي صلى الله عليه وسلم هل كبير جوغنا انغا ميان ان لا ويدينا ان قف كسته و هو يقان ما شيكتي حبيبكم يا رسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه تدك يا غارسي ابو النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ابو كفار الجرين واسعد بن زراره ما لنت النبي سو هاجره مدينه او تغنى صلى الله عليه وسلم وكفار و خير النبي و خو نوغا سو هاجره مكه مدينه نوغو يمد وانا احفظ يوم اذن سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى من حفظ السلام واسعد من كوش يكفانيا ام سعد و حفظ سنت تبارك بعد هيسا عمد هيسا قسم عباد هيسا صحابنا و خو كله سوره الاعلى من كذا كهي مكاس ارو هيب النبي و نبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هو كسو أروري وردين تروح أبهن تعيد قادة أو نقطة أو فهمت أو دلقات كذا له أو لبك لبط المامود له لبط المامود له لبط المامود ما قعد كينا يا كو الله دونا الله دونا الله يقانا هنا ما يا الله يقانا آخر دونا ده الله يقانا أو آخر دونا لبذات المامود والتلمامي هو النبي محمد صحابة وكبر باري صلى الله عليه وسلم الهمة العليا اسم الله الأعظم إذا كان طلب النبوة بالجد والاجتهاد ينال فالقبول بالولاية إثم أنا ما يدي سوماليا مجدس وعدمات مهارة صلى الله عليه وسلم